صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا ترك المصلي التشهد الأول ناسيا وبعد انتهاء الصلاة بفترة طويلة وتيقن أنه ذكر ثم تيقن أنه لم يتشهد، فهل يعيد الصلاة وهي واجبة؟ وإذا طلب منه الإعادة فهل هناك دليل على وجوب الإعادة عليه؟ السجود لترك واجب إذا ذكره أثناء الصلاة يسجد قبل السلام، وإن ذكره بعد السلام بوقت قريب يسجد أيضا. أما إذا طال الوقت فإنه يسقط سجود السهو في هذه الحالة، وصلاته صحيحة إن شاء الله.